صباح الخير. هذا ميساج وفي نفس الوقت نصيحة للفنانة ديالنا. الفنانة ديالنا انتي وصلتي واحد اللاج اللي خصكي ما تبقيش حاطية للمعطية وما خصكيش تبقاي مجرجرة في المحاكم. عوض ما تبقاي هزة الكلاسرو غدا للمحاكم المحكمة المحكمة، خدي باليزا وبقاي غدا من بلاد لبلاد. عيشي الحياة، طنشي، ما تسوقيش، صافي. الى متى انتيا غتبقاي تبع هاد الناس؟ اليوم هذا، اليوم هذيك، اليوم هذا، اليوم لا يمكنش. كبري عقلك صافي. واش تا كبرتي عجاتك المراهقه المتاخره؟ لا، الناس كيكبروا كيديروا عقلهم. نعطيك غير مثال بيا انا، صوفيا طالوني ديال 2017 ماشي صوفيا طالوني ديال 2024. فما تكونيش انتي الفنانة ديال 2024 هي الفنانة ديال 2012، لأنه هادشي اللي كتعيشي انت دابا خصك تكوني دوزتي في صغرك. هادشي ديال المعطية وهادشي ديال السوشيال ميديا وهادشي ديال البوز وهادشي ديال دعيني وندعيك وماما وهادي، لا لا حبيبتي، انت كبرتي على هادشي. احترمي اللاج ديالك، احترمي وليداتك، احترمي ماماك، احترمي الوطنية ديالك اللي كنتي انت كتبغي هادشي. فباش هادشي اللي كتبغيه يبغيك خصك تبعدي المحاكم والقيل وقال والمعطية وحشي الهضره من تحت لتحت، وبعدي شويه على الميكرو، لانه الميكرو هو اللي خرج عليك وخرج على بزاف ديال الناس في الفن والمشاهير والسوشيال ميديا. نصيحه، وانتي وراسك بعدي المحاكم، لانه كما قلتي انت ماشي مستواك انك ترجع لهذوك الناس، راه ماشي من مستواك انك تقابلي معاهم في المحكمه. هذا الا كنهضروا على المستوى، ما عرفتش من المستوى كنهضروا عليه، لانه مادام انت فنانه وهما مشاهير فتنظن انكم في نفس المستوى، لانه ما كاينش شي فرق بينك وبينهم. هي كيغرموا عليها بالسبوعه والورد، وانت كيغرموا عليك بالفلوس، يعني بجوج بكم كتاخذوا الغرايم، بجوج بكم عايشين بالغرايم والهدايا ديال الشعب. فدونك اختي حاولي تبعدي على السوشيال ميديا، وما تحاوليش تقولي راه هادوك ماشي مستواك، لان كلنا في مستوى واحد، كلنا بشر، كلنا ولاد 9 شهور، كلنا في مستوى واحد. اما باش تنزل المستوى طلع المستوى، راه ماشي طالعه في الدروج ولا طالعه في الاسانسور، راه حنا غير بشر كنهضروا في السوشيال ميديا وكنتعاطاو، وهادشي اللي كنتعاطاو حنا كنديروه بوز باش الناس نضحكوهم ونفوجو عليهم، ماشي باش نبقاو ندخلوا الناس للحباسات. واش اللي مشات هضرت قالت كلمه صغيره نوضو ندعيوها؟ لا سمحي ليا، سمحي ليا. فتنظن انه نصيحه الاخرين اللي غنعطيك اختي، حطي داك الكلاسور الكحل وخدي في بلاصتو باليزه كحله وزي وليداتك وانت تساري، انت في امريكان، انت في لندن، انت في فرنسا، وعيشي لا بيل في، عيشي يا صاحبتي. هذاك الفلوس اللي غتعطي المحامين والمحاكم ودوك الميكروات عيشيهم، كليهم دي بلا زويونين، حوايج زويونين، تهلاي في وليداتك، بركه من من المعاطيه والحباسات والمحاكم، بركه. راه بزاف بزاف يوميا الحبس الحبس الحبس. انا راه تنهضر، عندك مشاو ديكلاري بيا، انا ما قاده على حبس. انا باش نقول لك صراحه، انا ما نقول لك قاده بالعدس وداك الشيء، والله ما قاده بالحبس. انا طبت، انا عييت، كون كنت قاده بالحبس كون راه جيت ليه. انا ما باغاش الحبس، يسهل عليك والله يعفو الجميع. حبوا بعضياتكم، حبوا الى متى نتوما تكرهوا بعضياتكم وتحقدوا على بعضياتكم وتبغوا تطيحوا بعضياتكم؟ الى متى؟ الى متى؟ انا في خبركم انا اترك دعيتهم وعطوني الحق ودرت لهم تنازل، لانه ما بغيتش الحبس، ما كنبغيش الحبس للبشر. الله يهدي، ما يهدي الجميع، الله يهدي الجميع. خذي بالي. السلام عليكم، انا اختاريت هذا التعليق في الانستغرام باش نجاوب عليه ونوضح لكم. الناس تتقولوا لي صوفيا علاش ما جيتيش المغرب وتفرق التليفونات؟ انا في المغرب ماشي فرق التليفونات وصافي، فرق شي حاجه ما اكثر، ولكن في المغرب لانه انا ما حضراش فانا ما تنصورش داك الشيء. واخا ملي تنكون في المغرب، راه ملي تنجي للمغرب راه تندير، ولكن ما تنصورش، لانه حنا المغاربه غيعايرك غيعايرك، صورتيه قادرتي ليه اكيد ما نعرف شنو كان باغي يطلع على دارو. المهم انا جيت لهاد البلاد عجبوني هاد الناس، دراوش ما فيها باش الا صورت يبقاو لي سوفينير، او ميم طون كنبيت لكم القليل من داكشي اللي تندير، ماشي باش نزين راسي ولا نزين صورتي. انا هادشي كبرت عليه من صغري، من با وجدي هكذا دايرين، دائما معروفين يديهم مطلقه، وانا ربي مسكه لي شويه فما فيها باس حتى انايا نعاون الناس. المهم كتقولوا لي انايا في الايام ديال كورونا، الا كنتم متذكرين كان عندي الحساب طالع فيريفي، كنت كنعطي يوميا 500 درهم
لشي واحد في المسابقه زائد 500 درهم ديال القفه، يعني يوميا جوج الناس. ابا كنا كنديروا خمسه ديال الناس غيربحوا القفه، كل الناس كيعاونوها ماشي انا، الناس كانوا كيعطيو خمسه ديال الناس يوميا، يعني سبعه ديال الناس يوميا اللي رابحين. وهكذاك طيرتوا لي الحساب، طيحتوا بيا، حطمتوني، عايرتوني، حاربتوني، درتوا لي كل شيء، ومع ذلك مسامحه لكم ودائما كنتسامح معكم ودائما كنطلب منكم السماحه، لانه انا كما كان الحال كنبقى مغربي طار الزمان ولا قصر، انا مغربي ابا عن جد الاصل والمفصل وكل شيء. فما يجيش شي واحد يقول لي ما تديرش هادشي في المغرب، انا تندير هادشي في المغرب والحمد لله، وكنعاون الناس هنا في المغرب وكنصيفط المغرب وكنعاون المغاربه في تركيا وعاونت المغاربه هنا في ابيجان، هادشي عندي في الدم، فانا خدامه ليا ولعائلتي والناس اللي عزازين عليا والناس اللي كيبقاو فيا. فما تجيش تقول لي علاش ما درتش هادشي في المغرب، لانه حاليا لو كنت في كنت غادي ندير اكثر من هادشي، لانه انا بالفرحات عليا حاجه نعطيها ولد بلادي وبنت بلادي محتاج ليا، ولكن انا كيبقى فيا الحال انه الناس في الانستغرام والسناب عندهم التليفون عندهم كلشي وداخلين وتيطلبوا، هادشي اللي ما تنحملش، لانه حنا الشخص المحتاج كنشوفوه بعيدينا. بحال دابا انا في ابيجون كنشوف الناس محتاجين وكنمشي نقصدهم، ماشي كيجيو هما كيطلبوني، هذا هو الفرق. فانا ما تجيوش عليا تلوموني، لانه الا ذكرنا ايام كورونا وايام رمضانات اللي دازوا شحال عطيت وشحال درت، راه لا يعد ولا يحصى. والحمد لله الدار الكبيره شويه ليا شويه العبد وشويه ربي، هادشي باش انا كنامن، الخبزه ديالي ما ناكلهاش بوحدي، داكشي اللي كنخدم كنقسمو معايا وعائلتي هي الاولى، باش نكونوا واضحين كنعطي لعائلتي هما الاولين، انا الاولى من بعد عائلتي من بعد عاد كنعطي الناس اللي دايرين بيا والناس اللي محتاجين ليا كنعطيهم داكشي اللي قسم الله. فما غاتجيوش ديروا عليا انني ما تنديرش وما تنديرش، غير انا ما تنصورش، والا مشيت تصورت في المغرب غنصدمكم داكشي اللي تنعطي في المغرب، غنصدمكم والله. الحمد لله نتمنى لكل الناس حتى هم يعاونوا ولاد بلادهم وبنات بلادهم ويكبروا بهم وما يتخلوش عليهم، لانهم هما محتاجين لينا بزاف، محتاجين لينا بزاف بزاف بزاف. السلام عليكم ريفينا، غدي ريفينا مخدجي ان شاء الله ديري مليح. بالنسبه ازو ريجن المبادره مغاري نيجان كي الحسيمه امزان اكيان ماسين اللي بغايني مغاتجي شي غازن موت سوا غاز مطلق راسي حاموشن. نمشي نلقى اكون في الانستغرام نوتشما اقل انستغرام نوتشما قصد مزان المبادره نميه نضم غارين ارامل ولا الجالات، يعني تنين يجر مطلقين نبتني من موت وعكاز غاس نديح نجان الحالة مزرية شويتي، ماشي دي مغاي اني غاس ندين عاشين غاس ما يستعرفن وخد اسد المزاح من داك المغاي اني مغاي تيشي. المهم شي نقا مية نضم غارين كوريش تنس نوش 20 100 كوريش تنتيشاس 100 تعرف اتسجلك وتما قا انستغرام نوتما اتفغ وتما وتما قا خد قمزان انت تي غاي صدق المنايا انت تي غايوشي منايا منايا نهار رمضان ميان دمغارين مطلقين ني غير مولا سندو عكاز اتسول عندك وتما اتسجلن اطاح وتما غتاكد اسندو 100000 واخا سو يتما يلاه يسي دمغارين يمزان بني بوعياش الحسيمه ياكياد ماسين اقل رقم وتما. المهم عرفنا حسيمه ما جا وراهما اقل انستغرام وتماينو افهم غاسيور ما كيساسو يتما كم جاوب بيتيس ان شاء الله. انتما شوفوا الناس كل واحد تيقول على جا لابيجان، كاين اللي جا باش يتفرج وكاين اللي جا باش يدير البوز وكاين اللي جا باش يدير الخير. انا ها علاش جيت وشنو شريت؟ غنتكلف 30 عائله من طقطقت السلام عليكم، انا شريت كل شيء وغادي نمشي نفرقهم ونعطي صوره زوينه على المغرب. ودوك الناس اللي كيقولوا لي غتعطي صوره خايبه، تنظن انكم نتوما اللي خليتوا صوره خايبه من نهار جيتو كتنتقدوا في الرجلين ديال الدجاج وتنتقدوا في الدبان. انا صورت غير بلايص زوينين وكملتها ودرت هاد المبادره ديال 30 قفه اللي تقريبا كل قفه فايته 1500 درهم الواحد، فهمتوا؟ والواحد من هنا ما يبقاش يهضر، كل واحد وجايبه النوايا الحسنه ديالو وكاين اللي جايبه النوايا الخبيثه ديالو. والله الا فرحان بزاف 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 بزاف، وهاد الصدقه غنديرها بسميت ماما الله يرحمها بالحاجه جميله.